السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة كلاش اوف كلانز. اليوم عنا حرب الكلانات. إذا بكلاننا الجديد وان جن جن وان سي دبليو أو كلان وورز، اليوم في عنا أول حرب بتصير بهذا الكلان. طبعا بالنسبة للكلان لساتنا عم يدخلوا اللاعبين، بس عم نأكد هالمرة أكثر بكثير على الشروط. يا ريت الكل يقرأ، طبعا اللي ما بيعرف ما تصفي يعني بلش يتعبى، ولكن في احتمال يصير استبدالات بعد الحرب للناس اللي ما شاركت وما تقيدت بالشروط، نستبدلهم ونرسلهم لكلانات تانية. كلانات الوان جنجن وان كتار صاروا الحمد لله، يعني في شيء كمية حلوة. المهم ما علينا، اللي بنحاول نساوي بهالحلقة بدنا نعمل أول هجمة لإلنا بالحرب. شو الجيش اللي عندي؟ عمل جيش تشكيلة شوي من النوع اللي أنا بحبه، اللي هو يعني أرضي طبعا، ما في شيء بيطير بالجيش غير الهيلر، بس هو جيش أرضي بشكل عام. عاملين 9 جاينت، 6 تكسير أسوار، 48 أرشر، 14 ويزرد، 11 بربريان و2 هيلر، ودعم الكلان بيكا. طبعا بهالهجمة اللي احنا كنا عم نحكي الحرب شغالة وفي هجمات كتير علي، ترى مو علي، بس كنا عم نحكي انه انت القاعدة اللي احنا عم نمشي عليها انك انت، انا مثلا رقمي 13، يعني كنا من زمان عم نقول انه هجوم على نفس رقمك، لكن بدنا يكون في عنا ثقة ببعض أكثر بالكلان كلاعبين. طبعا أي حدا بيهجم على واحد كثير ضعيف عليه هذا بنستبدله فورا، بس عم نحكي على اللاعبين بشكل عام، يكون عنا ثقة إنه كل لاعب يهجم على واحد من قدرته، من مستواه، من شيء يقدر يعمل عليه نجمتين أو أكثر، يعني هذا الشيء اللي يقدر يساوي، بس يكون من قوته، مو إنه يهجم على واحد ضعيف ويجيب 3 نجوم، هذا ما كثير بنكون سعيدين فيه. خليها يمكن بالهجمة الثانية تصير هالقصة، بس بالهجمة الأولى تهجم على واحد من قوتك، ويستحسن 3 نجوم، يعني يستحسن بس نجمتين منيح. هلا أنا بأنه حساوي أول هجمة لإلي، ومع إني أنا مالي كثير قوي، بعرف حاطيني 13، مع إنه أنا يعني في عالم والله تحتي أقوى مني، الليفلات اعلى، بس المهم حتى شوفوا الريكومند، شايفين الريكومند التارجت لإلي لان مستواي هو اللاعب اللي ليفله او رقمه 20 عن طريق الخصم. هلا هل نمشي على كلام الكمبيوتر ولا نحن نختار؟ لا، بدك تعمل سكاوت تشوف القواعد وتختار، ولكن انا بما اني حكون اول هجمه لإلي، وبما انه حنا نساوي شويه حماس، فقط اول هجمه ما حساويها دائما القصه، حروح على تحدي او حروح على حساوي شوي شيء ما بدي الكل يساووه، بس هذا الشيء اللي عم فكر ساويه، اللي هو وينه توقع، هذا هو هذا السكاوت، اللي هو اني فوت على واحد هاي قاعدته، تاون هول تبعه 9، اذا قاعده كبيره مثل ما شايفين. طبعا هلا تفاجأت قبل ما صور ما كان في حدا هاجم عليه، يبدو انه في حدا جرب يهجم عليه ما اخذ عليه غير نجمه. تعالوا فرجيني شلون بدنا نشوف ميمو اسمه. طيب ليكو ما قدر، تعالوا نشوف بس كيف لا هذا هو هجم، اثنيناتهم عم يهجموا على بعض هدول، ايوه مستلمين بعض هدول اللاعبين. بكل الاحوال تعال نشوف وور ايفنت، والله شكله ما له هاجم عليه، انا اللي مخربط. هذا هو، عفوا هذا ما حدا هاجم عليه، هذا اللاعب هذا هو هاجم على واحد من عنا واخذ عليه نجمه، انا خربطت معش عفوا. اذا هذا القاعده جديده ما حدا هاجم عليها لهلا، حاعمل لها اخر مره سكاوت، رقم 10، يعني اصعب مني بكثير، ولكن معلش خلينا اول هجمه، حتى لو خسرنا حنكون لنا شرف المحاوله، ولكن وخصوصا الحرب لهلا ربحانين فيها شوي، بس يلا اول هجمه خليني حابب اني اجرب. طبعا القاعده مثل ما شايفين تصميم حلو، قولوا لي اذا هذا التصميم حابين نعملكم اياه ونعدل عليه بسلسله تصميمات او لا كالعاده، احنا اي تصميم ناخده ممكن نعمل عليه لمسات تغييرات اشياء ونخلص عليه. بحس انا وقت شوف هالتصميم انه هو كانه عم بيقول لي فوت من هون، ما بعرف ليش، يعني يمكن لانه السور بس بكل الزوايا، شوفوا سميك هون، هون سميك، هون سميك، بس هون رقيق وسهل، بحس كانه عم بيقول انه فوت من هون، مشان هيك انا مالي حابب فوت من هي الزاويه، بل حابب فوت من هي الجهه. هي سميكه نعم، ولكن حاسسها امن شوي. تحاول اضرب هيك، فوت بعد ما فوت
اضرب الجهتين بعدين فوت من النص لشوف شو بيصير معي. دفاعات جوية هون معناتها الهيلر ممكن يكونوا شوي سليمين، وهون فينا نستعمل ارشرات بس هيك للملمة من بعيد، حتى بس ارشرتين ما حاعمل اكثر من هيك اتاك. بسم الله نشوف شو حيصير معنا. اول هجمة لنا بكلاننا الجديد، ونشوف اذا الهجمة حتكون موفقة ولا. طبعا اول شيء نجرب نسحب الكلان تبعه اذا فيه دعم ولا ما فيه دعم. نعمل هيك. اذا في تسلا هون وشكله كلانه ما فيه دعم، ما فيه دعم. حلو، اذا هحط واحد هون واحد هون وهحط واحد هون واحد هون. حلو، جاينت بومب راحت. هنبعت باربريان بس يشوفوا اذا في جاينت بوم، في بومبات، في اشياء. شكله لهلا ما في شيء بخير. اكيد حيكون في فوق تسلا، اذا حاطط وحده تحت حيكون في وحده فوق. حاضرب من هي الجهه اكثر شوي، اعمل هيك وفجر الاسوار عم يروحوا على فتح طريق ونبعت الكينج مع الهيلرية والجاينت أربعة صفيانين. ويلا يا وزر تفرجونا درج كم كيف. بس هحطهم أرشر شهر من الوزر والفايتين وثلاث حبيكة وحبة سريعة خاصية بالملك مشان طبقوا طلاقة قوية من المنتصر. حط هيل هون لكن لحق شوي الهيل ريال ما مات. لح يفجروا هاد بموت والله شكله. حاول من هاي جيش الاسلام حاول يفوت. والله حط له تسريع ما حاول ابخل على الجيش الاسلام. هذا المورتر مشكلة ما عم يضربوا فرق ما بعرف ليش. ترى كل المورترات الا هذا المورتر. هلا قتلوا. اذا نجمتين ثالثة يبدو انه صعبة شوي ومستحيلة. وجوا تسلا كمان. شكله مستحيلة اتوقع. اذا الفوتة من هون ما كانت كثير صعبة على فكرة. كانت مقبولة نوعا ما. شكله انه كتير صعب علي اني اجيب على واحد تاون هول اعلى مني بوحدة وهيك كبر اني اجيب عليه ثلاث نجوم اتوقع. بس بتوقع انه منيح يعني عملنا شيء. فرجينا بكفي انه فرجينا الكلان باول هجمة تبعنا انه نحن بنحاول نهجم على شيء تحدي. نعم شيء تحدي حاولنا بتحدي. في ناس كانت يمكن تتوقع انه ما نقدر بالتحدي غير نجيب نجمة. في ناس متوقعين ما نقدر نجيب شيء، في ناس متوقعين نجمتين، في ناس يمكن قالوا لا بتجيب ثلاثة، ما بعرف، حاولنا محاولة والبونص شيء حلو كمان والله على ليكو 324,000 1200 إذا ربحنا الحرب. بقى هي كانت هجمتي الأولى بحرب الكلانات. طبعا قولوا لي شو حابين نساوي إن شاء الله الحلقة القادمة بالضبط بالكومنتات. وهل حابين تشوفوا هجمات كلانات، هي النجمات انزادت، حابين تشوفوا هجمات هيك بشكل عام اختار لكم هجمات ولا لا، مو حابين تعملوا تشوفوا هيك اشياء قولوا لي. وعلى اساسه بنشوف شو بدنا نساوي. وطبعا طبعا هذا التصميم نفسه اللي عم نستعمله مستعمله بالكلان وور، عاملين له حلقه بالتصميم اسمها المتاهه للي حابب يعني. وبس هذا كان كل شيء اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه. بشوفكم حلقات قادمه ان شاء الله. كان معكم عمر اول جن جن ون ومع السلامة.